السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ملف جديد اسمه نام باي. ده مهم جدا في الذكاء الصناعي وبيسهل عليا الشغل واسرع من الليست. لو احنا فاكرين الليست ونشوف طريقه عملها، لما مثلا بيبقى عندي مثلا، خلينا نعرف L1 بتساوي ونبدا نحط العناصر مثلا 4 و5 و7. طيب وعندي L2 بتساوي مثلا 9 و5 و4. طيب لو حبيت ان انا اجمع الاثنين مع بعض هقول له L3 بتساوي L1 زائد L2 برنت L3. تمام، خلينا نشغل. جاب لي الـ4 والـ5 والـ7 وبعد كده الـ9 والـ6 والـ4، يعني حطهم ورا بعض. يعني لو انا عندي مثلا اسامي الطلبة الناجحين واسامي الطلبة السقطين هيجوا ورا بعض، يبقى ناقص بقى طلبة ايه اللي حضروش مثلا. طيب دلوقتي عايز اشوف numby، هقول له ايه import numby as nb، وبعد كده هقول له بقى ايه احنا خدنا L1 و L2 و L3، هنخش بقى في L4. هقول له L4 هتساوي ال NB دوت الري، وبعد كده هبدأ احط الاقواس بتاعتي. وخلينا ناخد نفس العناصر عشان ايه نكون منصفين. طيب وبعد كده هقول له نفس الفكرة بس هخليها L5، وبعد كده هبدأ اخد الاقواس اللي كانت موجودة في L2 دلوقتي. بقى هقول له ايه، خلي لي في حاجة اسمها L6 بتساوي L4 زائد L5، وهقول له بعد كده برنت عشان نشوف هل هيطلع نفس الحاجة ولا لأ. أبدأ أشغل فلاقي إن أول مرة اللي هي الجزء دوت لما قلت له اطبع L3 طبع لي العناصر 4 5 7 9 6 4، إنما في التاني طبع الـ4 مع الـ9 جاب لي 13، 5 مع 6 طلع لي 11، 7 مع الـ4 طلع 11. فطريقة التعامل مختلفة شوية. دي من الدول اللي إن شاء الله هشتغل فيها كتير لو مكملين في الذكاء